التمرينات التحريرية في توريع شيء هات كلمة مرادفة لما تعرف حتى 写出下列划线词的同义词 إنك ارتديت القميص بالمقلوب لو لم أنبهك إلى ذلك 要不是我告诉你 你会把衬衫反过来穿 لا تؤتلني بنصائحك فتعلم معي حتى أوضح لك خطا وجهات نظرك 不要用你的建议来阻止我跟我来 我可以向你解释你观点的错误 إن الجلوس على المقعد في دار السينما ولو كان وسيرا يرهق الجسم ويقلل من شعوري بالمتع 坐在电影院的座位上即使舒服也会消耗身体减少快感 نسيت أن تضيف إلى ذلك ضرورة مصاحبة أصحابك 你忘记了必须要有伙伴陪同 أسماء الأبطال الذين كانوا يحاربون الشر والظلم لا تزال تلعب خيالي 与恶势力和黑暗进行战斗的英雄名字激发了我的想象力 أيام ولت ولكن ولعي بالسينما لم يتغير 日子一天天过去了 但是我对电影的喜爱从未改变 السينما تخلق لنا عالما آخر مليئا بالأشخاص والأحداث والخيال 电影给我们创造了一个充满人事和想象力的世界 بإمكاني أن أحوله إلى واقع مرئي دون أن يكون له واقع فعلي 可以被我变成视觉真实 而非现实真实的世界 هات المتضاد مع كل ما تعرفه حتى 写出下列划线词的反义词 كسرت دور السينما في القاهرة وبدأت مواضيع الأفلام تتغير والإخراج يتقدم ويتحسن 在开罗电影院增加了电影题材开始改变导演进步和改善了 المسافة بين بيتنا ودار السينما لا تزيد عن 200 متر 电影院和我们家之间的距离不超过200米 تعال معي إلى السينما حتى أوضح لك خطا وجهات نظرك 跟我一起去看电影我让你明白你观点的错误 إن الجلوس في دار السينما يرهق الجسم ويقلل من الشعور بالمتعة بالفيلم في اعتقاد 我认为电影院里的座位会使人身体疲劳 减少观影的乐趣 وجدت نفسي داخل العالم الغريب عالم غير حقيقي 我发现我进入了一个陌生的世界一个非现实的世界 هم أبطال كانوا يحاربون الشر والظلم ويدافعون عن الحق 他们曾是对抗邪恶不公捍卫权益的英雄 إذا كانت هذه رغبتك فلا أمانع 如果这是你的愿望我不便反对 وبقدر ما نعطيها من تضحيات وإخلاص وصدق وجدية بقدر ما تمنحنا من سعادة ومتعة 我们给他多少牺牲真诚、信任、
勤奋它就给我们多少幸福和乐趣。إملاء الفراغ بكلمة مشتقة من مادة ذكرى وبين معنى كل منها. 用派生词填空并辨析各个词汇。لا تنسى يا زوجتي أن تذكرني بموعد الاجتماع بعد ظهر اليوم. 老婆别忘了今天下午的会议时间。مرت سنون ولم تبقى من تلك الأحداث إلا الذكريات. 岁月流失，只剩下那些事件的回忆。ليس صعبا عليك أن تحفظ هذا النص في نصف ساعة وأنت شاب قوي الذاكرة.半小时背完这段文字对你来说并不难，而且你是个记忆力很强的年轻人。هل يمكن أن تذكر أمام زملائك بعض الأسماء الأدباء العربي المعاصرين؟ 你能向你的同学提及一些当代阿拉伯作家的名字吗？إنه رجل مبرمج يكتب كل ما يجب أن يؤديه في اليوم في مذكرته حتى لا ينساه أو يحمله. 他是一个程式化的人，他在日记中写下他必须做的所有事情，这样他就不会忘记或忽视他。العبارات السالفةالمذكورة تستعمل كثيرا في المناسبات الرسمية. 被提到的上述短语常用于正式场合。كان محمود في الأسبوع الماضي يذاكر دروسا كل يوم حتى منتصف الليل استعدادا لاختبار تحديد المستوى. 上周马哈莫德每天都在学习他的课程，直到午夜他为分班考试做准备。ألقى رئيس الدولة حديثاً هاماً في التلفزيون بمناسبة ذكرى السنوية السبعين لتأسيس البلاد. 国家元首在建国七十周年之际在电视上发表重要讲话。من عادتي أن أشتري هدية تذكارية لابني كلما زرت مكانا خارج المدينة. 每次去城外的地方，我一般都会给儿子买个纪念品。إن محاولة الاستفادة من تذاكر السفر إلى أقصى الحدود من طبيعة روكا.尽量利用旅行票是从乘客的角度出发。Hat مصدر لكل فعل من الأفعال بين قوسين ثم ضعه في الفراغ مع تغيير لازم كما جاء في المثال. 用括号里动词的词根形式填空并做必要的改动，如例子所示。كم أنا سعيد وفخور بالانتماء إلى عالم السينما. 进入电影世界我多么开心和骄傲。تعرض الوطن العربي للاحتلال الفارسي واليوناني والروماني الذي بقي حتى ظهور الإسلام. 阿拉伯土地曾饱受波斯希腊罗马人的侵略，这种情况一直持续到伊斯兰出现。سبق لنسين أن تعرضت للعدوان الدول الثمانية المتحالفة. 中国遭受过八国联军的侵略。إن الاستهانة
بقوة فريق المنافس من أهم أسباب خسارة فريقنا في هذه المباراة الحاسمة. 在这次关键性的比赛中，轻视对手的实力是我们对比赛失败的最重要原因之一。لن يغفر الناس له ولن يتغاضوا عن خطئه فلا جدال في عن ما فعله ضد العرف. 人们绝不会原谅他，也不会姑息他的错误。毫无疑问，他的所作所为离经叛道。هل نجد من يساعدنا على رفع المعاناة عنا يا ربي؟ 我的主，我们能否找到帮助我们脱离苦海的人呢？ الحياتان من أعظم الكائنات أثارة للإهتمام لكبر حجمها وضخامة أجسامها وفوائدها كثيرة للإنسان. 鲸鱼是最伟大的生物之一，备受重视，因为它体型庞大，而且对人类有很多的好处。إن الحرب طويلة الأمد أدت إلى انحيار اقتصاد البلاد. 旷日持久的战争导致国家经济的崩溃。يصعب علي نسيان الماضي. 忘记过去对我来说很困难。إننا نقف على أبواب عصر جديد من أصول حضارة الإنسان وهو عصر استيطان الفضاء. 我们站在人类文明新时代的大门，这是移民太空的时代。أعيننا الأدوات والكلمات التي تفيد التوكيد لفظا ومعنى في الجمل التالية.找出下列句子的强调工具词，注意其用法。إن مشاهدة أي عمل فني في موقع أرضي تمنعك شعورا فيادا جميلا بالمشاركة في أحداث الفيلم والانتماء إلى الجماعة. 在电影院观看任何艺术作品能让你拥有丰富的、美妙的、身临其境的感觉，还可以和他人分享。إن السينما لأجمل مهنة في العالم. 电影是世界上最好的工作。إنما الحياة عمل العمل متواصل دوب. 生活就是不停的工作。إن أذنك يا صديقي لا شك قد خانتك. 朋友，你的耳朵一定欺骗了你。أشكرك كثيرا على هذه المعلومات. 关于这些知识我非常感谢你。احتفت السينما التي كانت تحت كوبري ولم يبقى منها إلا ذكريات. 桥下的电影院也不见了，只剩下他的回忆。الجزء الأول كان عادة من أفلام رأت البقرة أما الجزء الثاني من البرنامج فكان الفيلم رأسي. 第一部分通常是牛仔电影，至于第二部则是一些主流电影。 الشيء الذي لم يتغير هو هذا السحرالذي كان ينبعث من الشاشة ويجذبنا إلى السينما. 没有改变的是它的魅力，它从荧幕中发出，吸引着我们去电影院。فجأة وجدت نفسي داخل العالم الغريب
阿里曼艾勒哈克基。突然我发现我进入了一个陌生的不真实的世界。كم أنا سعيد وفخور بالانتماء إلى عالم السينما. 进入电影院，我是多么的高兴与自豪啊！ السينما لن تموت أبدا. 电影绝不会消亡。哈，قد وصلنا إلى ما نريد. 我们已经到达了我们的目的地。ذهب القائد نفسه.لمحاربه الاعداء 首领亲自去和敌人战斗 وربك لتحرر لنا ارض فلسطين 主啊让我们解放巴勒斯坦吧 ليست المشكله في وقت الوصول وانما المشكله في خوف الا اجدمقعدا في الصفوف الأمامية 不是到达时间的问题而是我担心我到达之后找不到前排的座位 سببت أنت كل هذه المشاكل 就是你造成了所有这些问题 إن جنود هم الذين يدافعون عن البلاد بأرواحهم 士兵用生命保卫他们的国家。أمينة وسميرة كلتاهما تقف إلى جانبنا. 艾米娜和萨米拉他们两人站在我们这边。بين أنواع الضمائر التي تحتها حتى في الجمل آتي. 辨别下列句中划横线的人称代词。أظن أنه إذا ابتعدت عن شاشة البيضاء قليلا يمكن أن تشاهد الفيلم بوضوح أكثر 我认为如果你离屏幕远一点你可以看电影更清楚 ما زلت أذكر أسماء هؤلاء الأبطال الذين كنت أنا وأصدقائي الصغار ننتظر بفارغ الصبر لمشاهدة أفلامهم 我仍然记得这些主角的名字他们是我和我的朋友们小时候为看电影迫不及待地等待着 لم يتأخر عن الموعد إلا أنتما 只有你俩迟到了 لم يكن أراسب في هذا الامتحان إلا إياه只有他这次考试不及格。إياك نعبد وإياك نستعين 我们只崇拜你我们只求你佑助。إنه لمن دعواي سروري أن أحضر حفلة الاختتام هذه 我很高兴能出席这个闭幕式。إن ولعي بالسينما لم يتغير وكلما تغير هو مكان مشاهدة الأفلام 我爱电影不会改变所改变的只是看电影的地点 لم ينقذ من حادثة غرق السفينة تلك إلا هو 在那艘船的淹没事件中只有他获救 ليتني مثلك في الجمال والذكاء يا ليلى真希望我像你一样漂亮聪明。أرجو منكما أنتما أن تكتما لنا هذا السر 我希望你俩能为我们保守这个秘密。رتب العبارات التالية لتتكون منها قصة ثم أسردها بلسانك 给下列句子排序组成一个故事然后用自己的话复述一遍。顺序是 318-246-597 وإذا تفرتم يسحل كسركم فتعيشون بذلة 当你们的矛盾容易造成分裂那么你们的生活会很辛苦。وطلب من كل واحد منهم أن
يكسروا الحزمة فلم يقدروا. 要求他们中的每个人折断一捆筷子，但是做不到。لا يقدر عليكم أحد وتعيشون بسعادة. 你们没有人能快乐的生活。لا والد عن أبنائه في خلاف مستمر. 一位父亲看到他的儿子们分歧不断。فجمعهم وأحضرهم حزمة من الأيدان. 于是他从他们手中接过并分开了他们的筷子。فقال لهم إذا كنتم مجتمعين مثل أيدان هذه الحزمة. 他对他们说，如果你们聚在一起就像这股筷子。فأخذنا منهم وفرق عليهم أيدانها.وطلب منكم كسرها فكسروها بسهولة. 他让他们折断它，他们很容易折断了。فيصح المثل القائل في الاتحاد قوة. 他印证了谚语的正确性，团结就是力量。اقرا المقالة التالية ثم ترجمها.إلى الصينية ما إبداء رأيك فيها. 阅读下边文章，然后翻译成中文并发表你的看法。مما لا شك في أن السينما العالمية انتبهت بصورة مبكرة لأهمية السينما في توصيل الأفكار. 毫无疑问，世界电影很早就意识到电影在交流思想中的重要性。 بطريقة سهلة وسريعة أكثر منها في الكتب أو باقي الوسائل المتاحة. 它比书籍或其他可用方式更简便更快捷。 فالسينما يمكن أن تلعب دورا محوريا في توجيه سلوك الأفراد.电影可以在指导个人行为方面发挥关键作用。مثل ما هي وسيلة فعالة لتوجيه أهدافهم واتجاهاتهم داخل المجتمع. 这也是社会中指导他们目标和方向的有效方式。وذلك لعدة أسباب.يمكن تلخيصها بما يلي. 这里有多种原因可归纳如下。يدع الناس أنفسهم في موضع الأبطال. 人们把自己放在英雄的位置上。ويقبلون بطريقة لا شعورية الاتجاهات التي يعبرون عنها.他们下意识地接受他们所表达的价值取向。والأدوار التي يقومون بها 和他们所承担的角色。الأفراد الذين يعانون من المشاكل المختلفة يتقبلون بطريقة لا شعورية أو شعورية. 遭遇各种问题的人民有意无意地接受它。 الحروب التي تقدمها الأفلام كحلول لمشكلاتهم الخاصة. 电影里提供的解决方案作为解决自身的问题。 ويتم ذلك عبر مفهوم التراكم.这是通过积累的概念来完成的。وهو مفهوم تستعمله السينما كثيرا من خلال قوة تأثير الصورة وفنية صناعتها. 这是电影常常通过画面的感染力和制造的艺术性而使用的概念。ويكمن أثر هذا التراكم
من المشاهدات على المتلقى في صياغة الشخصية. 这种观众看法的积累体现在个性的塑造。بمواصفات معينة مضامن المنتج السينمائي 来符合电影片内容所设定的特定性格。والفرد عندما يتلقى الرسالة من السينما تحكمه خاصتان هما 当他从电影中接受到信息时他会受到两个特点控制 الإرجاء بمعنى أن التأثير على الجمهور لا يبدو مباشرة بعد تلقى 一滞后性，意思是对观众的影响不会在观影后立即出现。本来不得名目对人们的有什么好比台拉库米哈我和提马里哈我发干立了高瓦尼呢那是也提穆哈迪的。相反他必须经过一段时间根据特定的心理学规律可以进行积累和发酵。الكمون حيث تكمن التأثيرات التي تعرض لها الجمهور 潜伏性因为观众受到的影响 وهي ليست تأثيرات مادية ظاهرة يمكن رصدها بسهولة 它们不是表面的物质影响不是可以轻易察觉到的بل تأثيرات تعبر عن نفسها في مواقف تستثيرها للظهور في شكل استجابات 相反这种影响在受到刺激的情况下就以回应形式表达出来 ترجم ما يلي من العربية إلى الصينية أو إلى العكس 阿汉互译توفير المزيد من الراحة والمتعة 增加快乐和舒适 الانتماء إلى الجماعة 加入团队 ما لذ وطاب من الأكل 美味可口的食物 الولع بالسينما 喜欢电影 الدفاع عن الحق 捍卫真理 أيام المراهقة 青少年时代متابعة سير العمل 跟踪工作进程 أفلام مجسدة 立体电影阐明个人的观点讨对后的二一了法地把衣服穿反了 ارتداء الملبس بالمقلوب 先进的放映设备 أجهزة الأرض الحديثة所看到的最感人的电影之一 من أكثر ما شاهدته من الأفلام تأثيرا 迫不及待 بفارغ الصبر 立体声 stereo 演艺界 الحق السينمائي 牛仔片 أفلام رائعة البقرة 迫于各方面的压力他最后不得不接受对方提出的要求 نتيجة لضغوط أطراف مختلفة اضطر أخيرا إلى قبول شروط التي طرحها الطرف الآخر 任何人在受到指责时都有权为自己辩护孩子也不例外 يحق لكل شخص حين اتهم أن يدافع عن نفسه ولو كان من الأطفال 我们两国都属于第三世界在处理国际事务上应真诚合作 بما أن دولتين ينتميان إلى العالم الثالث فعلينا أن نتعاون بإخلاص في معالجة شؤون الدولية该跨国公司用待遇和工作环境等方面的优势来吸引优秀大学毕业生。
تجذب الشركة المتعددة الجنسيات خارج الجامعات الممتازة بتوفقها في رواتب وظروف العمل وغيرها. 老师试图用适合的方式提醒学生行为方式上的不当之处，以免伤害他们。حاول الأستاذ أن ينتبه طلبته بطريقة مناسبة إلى عدم صحة تصرفاتهم حتى لا يجرح مشاعرهم. 当他向心仪已久的女孩表达自己的爱意时，女孩说她已另有所爱，让他深受打击。عندما عبر عن حبه نحو الفتاة التي يعجبها لمدة طويلة قالت له أنها قد أحبت غيره مما صدمه كبيرا. 教师的职业与其他任何职业都一样，你为之奉献多少，他就为你带来多少快乐与成功。أصبحت مهنة المدرس كمهنة أخرى بقدر ما فيما تساهم بقدر ما إليك تأتي ببهجة ونجاح. 老师试着从不同角度为学生阐明文化和文明这两个词的差别，直到大家明白为止。حاول الأستاذ أن يوضح لطلبة الفرق بين كلمتين الثقافة والحضارة من زوايا مختلفة حتى يفهموه جميعا. 在母亲60岁生日那天，他儿子让开罗最大的花店给他送来了一生中见过的最大最漂亮的一束鲜花。بمناسبة الذكرى الستين لعيد ميلاد أمي كلف ابنها أكبر محل للظهور في القاهرة بأحدائها أكبر وأجمل باقة من الورود رأيتها في حياتها. 唐朝时，日本和东南亚各国的思想家和科学家们纷纷来到长安，竞相学习科学知识，获取有关医学、天文学、数学方面的书籍。في أحد أسرة تانغ الملكية جاء المفكرون والعلماء من اليابان ودول جنوب شرقي آسيا بالتتالي إلى تشانغان وتنافسوا على دراسة العلوم والمعارف والحصول على كتب الطب والفلك والرياضيات.